نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الفعالية التي تقام بمناسبة مرور 15 عام على احتلال العراق، ونرحب باسمكم جميعا بدكتورنا العزيز دكتور يوسف مكي، وهو ليس غريب على هذه القاعة، فطالما امتدى لدينا بمحاضرات قيمة مليئة بالمعلومات والتحليلات، ولذلك وددنا في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى أن نتوقف لنتساءل معه إلى أين يمضي العراق بعد مرور هذه الأعوام. فنرحب به باسمكم جميعا، وليتفضل ليتحدث لنا حول موضوع المحاضرة. مساء الخير. مرة أخرى أجد نفسي مع هذه المجموعة الرائعة، وجوه مألوفة محببة على قلبي وعقلي. شعوري بأني أنا هنا أحد أفراد هذه المجموعة، وجودي على هذه المنصة لا يعني الكثير قدر ما يعني أنه مهمة أنيطت بي أن أبدأ الحديث. اعتدت حين أتي إلى هنا أنه لا أحضر لا نقاط ولا أوراق، باعتبار أنه نتحدث عن هموم مشتركة، والأخوة الموجودين هنا في وعي تام بالتفاصيل. أهتم عادة في جل المحاضرات اللي أقدمها بالتحليل أكثر مما أهتم بالتفاصيل. الموضوع اللي احنا نناقشه مثل ما تفضل أخي العزيز أبو شيماء، و هذه الذكرى الأليمة على قلب كل عربي، ذكرى الاحتلال الأمريكي الغاشم لأرض السواد. الحديث عن العراق لا يمكن أن يكون دقيق إذا ما وضعناه في السياقات الإقليمية والدولية. ما كان بالإمكان أن يجري احتلال العراق لولا انتهاء الحرب الباردة بعد سقوط حائط برلين، وفي النهاية اللي انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي الحليف والصديق التاريخي للعرب. مشروع تفتيت الوطن العربي كما أشرت في حديث سابق من على هذه المنصة بدأ التفكير به منذ نهاية الحرب الكونية الأولى. وقتها كان في تصور يعني بعد تقسيم الوطن العربي معاهدة سايكس بيكو وعد بلفور بأن الاتفاقية هذه لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأقليات والطوائف. يعني كان مطلوب تفتيت المفتت وتقسيم المقسم. وأعيد بعث هذا الموضوع مرة أخرى في نهاية الحرب العالمية الثانية، حين بدأ الحديث عن تقاسم تركة الاستعمار التقليدي، وتقرر أنه يعاد صياغة تاريخ الكون. ترومان أعاد الحديث عن ضرورة أن يعاد النظر في اتفاقيات سايكس بيكو، وأن ترسم الخرائط مجددا على ضوء هذا. هذا في التاريخ
لكن في عام 1990 بعد العدوان الثلاثيني على العراق، تحدث جيمس بيكر مباشر بصراحة في مؤتمر مدريد أنه نهاية الحرب الباردة لا تعني فقط هيمنة الولايات المتحدة على صنع القرار، وإنما أيضا إعادة صياغة الخارطة السياسية لتتسق مع مصالح الولايات المتحدة ومع الحقائق الجديدة. واعتمدت الإدارة الأمريكية صيغتين في التعامل مع الصراع. صيغة ممكن نطلق عليها في العلوم السياسية إدارة الصراع، الصيغة الثانية هي حسبه. إدارة الصراع، وهذه احنا نلاحظها في السياسات الاستعمارية وأيضا مع الكيان الصهيوني، أنه أنت لا تفصح عن النوايا الحقيقية ولكن تعطي مؤشرات في تخلق أزمات وتتعامل مع هذه الأزمات مو بنوايا أنك توصل إلى حلول، وإنما بنوايا أنك أنت تخلق مناخ يمكنك من في النهاية من إحكام القبضة. على سبيل المثال، اليوم الأول لهزيمة العرب في نكسة يونيو 1967 صرح موشي ديان أنه إحنا ما نريد من العرب شيء غير أنهم يعترفوا فينا. من 48 إلى 67 هم يرفضوا الاعتراف بحقيقة وجودنا. إحنا مستعدين مباشرة للتوقيع على معاهدة سلام وإعادة الأراضي المحتلة، جميع الأراضي المحتلة بدون استثناء، بس يجوا العرب يجلسوا معنا ويتفقوا معنا على أنه إحنا يعترفوا فينا كدولة قائمة ووفق للحقائق السياسية الموجودة. وصدر القرار 242 أنه بعدم جواز احتلال أراضي بالقوة، وفي نص انسحاب القوات الصهيونية من الأراضي من سيناء والضفة الغربية وغزة ومن مرتفعات الجولان والقدس. لكن هذه السياسة اللي لاحظناها أنه العرب بتوهمهم، في وهم عندهم أنه إحنا راح نوصل إلى حل الصراع، وهذا شيء لم يكن مطلوبا نهائيا. كان المطلوب هو إدارة الصراع، استمرارية الصراع، والحصول على باستمرار على مغانم من خلال فكرة الإدارة. الولايات المتحدة تعاملت مع العرب بأفق واضح بالنسبة لها، هو إضعاف الأمة العربية والحيلولة دون نموها وتقدمها ونهضتها. وفي نفس الوقت اعتماد فكرة الإدارة المستمرة للصراع، وأن لا يتم الحسم إلا بعد ما يتحقق الاستنزاف الشامل لقدرات الأمة العربية. وأحد الوسائل هو تحقيق اختراقات داخلية وخلق أزمات بين الدول العربية، خلق صراعات بين الدول العربية، والحيلولة دون قيام أدنى حد من التضامن العربي بين هذه الأخطار. أزمة الكويت لم تكن المبتدأ، وإن كانت محطة رئيسية في اللي وصلنا له عام 2003، لأن قبلها بفترة قصيرة طلعت تقارير استخباراتية بعد ما بدأ العراق يخطو خطوات نحو التنمية وتأميم النفط والإمساك بإرادة القرار المستقل، التنمية المستقلة، التنمية المستدامة. صار في حديث أنه العراق مزايك، وأنه هذا المزايك يعني أطلق عليه أنه منطقة رخوة، وأنه هي تنفع، هذا العراق ينفع أن يكون المختبر، المختبر الأول لمشروع تفتيت الوطن العربي.
بمعنى أن العراق احتلال العراق هو محطة أولى وليس المحطة النهائية في تفتيت القدرات العربية. واقع الحال احنا لا يمكن أن ننسى أنه يعني المحطة الأولى في إضعاف الأمة العربية الواضحة والصريحة واللي تحققت للعيان هي خروج مصر من الإجماع العربي عن الإجماع العربي وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، وكانت أول ثغرة في الجدار الصلب نحو مقاطعة الكيان الصهيوني، أنه أكبر دولة عربية بثقلها السكاني بثقلها التاريخي بثقلها السياسي توقع اتفاق مع العدو الصهيوني وتعترف بمشروعية اغتصاب فلسطين. قبل 90 بعدة شهور بدأ الحديث عن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل وعن تهديده للأمن الصهيوني. هذا الحديث وجه وفد من الكونغرس الأمريكي والتقى بالرئيس الشهيد صدام حسين وطالبوا بأنه يعاد النظر في موقف العراق. المشروع الصهيوني كان حجر الزاوية في كل مشاريع التفتيت، هو تحقيق الغلبة للمشروع الصهيوني. وعدة مرات تكررت أنه وفود تلتقي بالرئيس صدام حسين، وفود أمريكية وسطاء خافر سولانا ومندوب الفاتيكان، مطالبهم بوضوح إلى القيادة العراقية هو التخلي عن الموقف المتعنت من الكيان الصهيوني، الاعتراف بالكيان الصهيوني، و يعني انتهاج سياسة معتدلة تتسق مع المصالح الأمريكية. ومندوب الفاتيكان يقول أنه بلغني جورج بوش أنه ممكن أنت تبقى في السلطة وتورث أولادك السلطة من بعدك بس تتخلى عن هالشغلتين هذه، القرار المستقل والآخر هو أن تقيم عمل علاقة مع الكيان الصهيوني. حديث عن النظام الشمولي وعن الدكتاتوري وعن هذا يعني مبرر كاريكاتوري ومضحك ومثير للسخرية، لأن الولايات المتحدة هي أكثر الدول دعم لأنظمة الفساد والاستبداد على مستوى العالم كله، بل بالعكس هي أسهمت في الإطاحة بأنظمة ديمقراطية عن طريق انقلابات في أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي أفريقيا، أطاحت بنظم ديمقراطية وجلبت أنظمة عسكرية. فيعني عاقل ما يصدق أنه الهدف هو ديمقراطة المنطقة، هو الحقيقة لبنانة المنطقة كان هو هذا المشروع، ولبنانة المنطقة هو يعني أن تفتت الأقطار العربية من جهة، ومن جهة أن تقام فيها أنظمة سياسية يجري تفصيلها على أساس المحاصصة بين الطوائف والأقليات والأديان. وللأسف أنه حاجة يعني لم حاجة ما أعرف كيف البعض انطلت عليه انه فعلا امريكا تريد احداث تحولات ديمقراطية في المنطقة العربية او ما يطلق عليها في الجيوسياسي بالتعبير الجيوسياسي الغربي بمنطقة الشرق الاوسط. تم احتلال العراق بعد 13 سنة من الحصار الظالم ومن الاستنزاف اليومي لقدرات العراق الاقتصادية والعسكرية. وفي كل اللعبة اللي استمرت من اليوم الأول من عام 1990 بعد استعادة الكويت هي نزع أسلحة الدمار الشامل. ليش استمرت 13 عام؟ لأنها تنسحب على المقدمة اللي أطلقت عليها اللي هي إدارة الصراع وليس حل الصراع. هم واثقين انه العراق ما كان عنده اي اسلحة دمار شامل، ولو كان عنده فعلا اسلحة دمار شامل ما جروا على الاحتلال.
هم أرادوا إنه يعني يستنزفوا العراق، يستنزفوا قواته، إنه كل المقدرات اللي ممكن يدافع فيها أمام العدوان يتخلى عنها، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير. بعد الاحتلال رأينا الصور الفاقعة، يعني نفهم أنه كان الهدف هو تغيير الدولة العراقية. تغيير الدولة العراقية ما هي علاقته بحل الجيش العراقي؟ ما هي علاقته بتدمير مؤسسات الدولة، بهياكل الدولة؟ ما هي علاقة تغيير النظام بإيجاد هذا النظام المسخ القائم على العملية السياسية اللي أريد لها أنها تبقي العراق مفتت؟ يعني بالمشروع هو اللي بدأ واضح مع عملية ثعلب الصحراء، هو أن يفتت العراق إلى ثلاث دول: دولة في الجنوب، ودولة في ما يطلق عليه في المناطق الكردية، ودولة في ما أطلق عليه بالمثلث السني. تصور أنه في أربع محافظات: نينوى والأنبار، صلاح الدين، وديالة، هذه المناطق اللي بيصير فيها المثلث السني، والمناطق الحالية اللي عند الأكراد راح تكون هي الدولة الكردية، وما بعدها جنوبا هي الدولة الشيعية. تضافرت عوامل أخرى معروفة لديكم، هي أنه في كيدية من التاريخ، في انتقام، وفي فاكيوم، في فراغ في العراق نتيجة الاحتلال، وفي تنسيق أدى إلى أنه تتدخل طهران وتصير جزء أساسي، جزء فاعل في العمل السياسي، في العملية السياسية داخل العراق، وهي عمليين اللي كسبت الرهان، هي اللي العملاء والميليشيات والمرتبطة فيها هي اللي استولت على الحكم أو اللي أدارت السلطة منذ ذلك الحين، على اختلاف توجهاتها ومسمياتها. ومعروفة لديكم حزب الدعوة، المجلس الأعلى، تيارات عديدة، برزت أسماء أخرى، تيار الصدري، بعدين انضمت، طلعت أسماء عصائب الحق وإلى آخره. طيب، شفنا العراق كل المقومات اللي أرادوا، اللي كانوا فعلا حاربوا العراق من أجلها، استطاعوا يحققوها، أو وجدوا نظام مهترئ، نظام فاسد، نظام مو ما يسوي تنمية، لا، يعني النظام هذا قضى على أي إمكانية من لتحقيق تنمية حقيقية بكل معاني، بما تعني التنمية من شمول المعنى. عرف أنه المنجزات اللي حققها العراق منذ ثورة 14 تموز 58، واستمرارا بالتحولات اللي صارت في عهد البعث، في بعد 17 تموز، من تأميم النفط، من تأميم القطاعات الأساسية، القطاع اللي في الدولة، في المحركة في الاقتصاد في الدولة، كلها جرى تفكيكها ولم تعد موجودة. المصانع اللي كانت لها فاعلية، نتكلم عن التاجي، الإسكندرية، المجمعات، مجمع الصناعات الإلكترونية، اختفت من الوجود. يعني جماعة مو فقط ما بنوا شيء، بل بالعكس قاموا بعملية تدمير منهجي لكل ما أنجز. وهنا تتكشف حقيقة الأهداف الأمريكية. يعني الأمريكان صاروا لأكثر من عقد ونص، 15 سنة، عايزين أن يعيدوا الكهرباء، هذا صحيح، يعيدوا المجاري، يعيدوا المياه النقية للعراق، ويحضر بصدق كلام جيمس بيكر، نحن سنعيد العراق إلى العصر الحجر. وفعلا تمت إعادة العراق إلى العصر الحجر. طيب، اليوم نتحدث عن الآن،
هذا التاريخ كلنا مستوعبين وعندنا إحاطة بتفاصيل، ربما الموجودين هنا عندهم إحاطة بتفاصيل أكثر وأدق من الحديث اللي قلناه. لماذا لم يتم تقسيم العراق؟ ما هي الظروف اللي انتحلت دون تقسيم العراق حتى اللحظة هذه؟ على الأقل الإعلان عن قيام ثلاث دول، شنو التشابك في العلاقات الإقليمية والدولية؟ شنو المعوقات اللي حالت؟ أين نقف الآن؟ شنو مستقبل العراق؟ هو هذا الموضوع اللي يفترض أن يكون ليلة تركيزنا. مشهد يبدو سريالي، روسيا تدعم القيادة السورية في حربها واستعادة سيادتها، روسيا مع تركيا، تركيا تحارب ضد سوريا، تركيا تتحالف مع إيران وتنسق مع إيران، إيران مع القيادة السورية في متدخلة بجيش حرس ثوري بقوات عسكرية بمتطوعين داخلة في الحرب. إلى روسيا تقف موقف سلبي من اللي يجري في اليمن، وبالعكس أقرب إلى الحوثيين، وروسيا تتحالف مع اللي يمول الحوثيين بالسلاح. هذه الصورة مهم جدا أن احنا نقرأها بدقة، ومهم أن احنا نسهم في تفكيكها، لأنها هي الآن يعني حجر الرحى دائرة. الآن الصراع الموجود هو دائر في هذه المنطقة، وهنا يتشكل العالم الجديد، هنا يتشكل النظام الدولي المرتقب كما تشكل بعد الحرب العالمية الأولى بمشروعي سايكس بيكو ووعد بلفور. الآن مجددا يتشكل. ما هو الفارق بس بين النظام الدولي اللي تشكل بعد الحرب العالمية الأولى والنظام الدولي اللي تشكل بعد الحرب الكونية الثانية والنظام الدولي اللي يراد له أن يتشكل الآن؟ النظام الدولي دائما يحتاج إلى منتصرون ومهزومون، يحتاج إلى منتصرين ومهزومين، ويحتاج في تاريخيا كل التسويات التاريخية الكبرى تتم بعد شيء يحدث بالضربة القاضية. يعني احنا ما في اثنين يجادلوا بانه في الحرب العالمية الاولى كان في هناك في ناس انتصروا بوضوح وناس هزموا، قضي على السلطنة العثمانية، قضي على الامبراطورية الألمانية على ألمانيا، وفرضت عليها معاهدة فرساي، معاهدة مهينة، وأعيد يعني تسليم المنطقة إلى الاستعمار التقليدي ذات الفرنسي والبريطاني. لكن في هنا شيء يلاحظ في الحرب العالمية الأولى، إنه خرجنا بمصطلحات غريبة ما كانت موجودة في القاموس السياسي، اللي هي الوصاية، الانتداب والحماية، وأيضا تزامت مع مبادئ الرئيس وودرو ويلسون 14 اللي يسموها مبادئ حقوق الإنسان، واللي أكدت في إحدى فقراتها عن حق تقرير المصير ورفض الاستعمار. هذا التناقض الواضح بين فكرة الحماية والانتداب والوصاية وبين العمل الواضح الصريح في الإعلان الواضح والصريح في بيان وودرو ويلسون عن رفض الاستعمار وحق تقرير المصير. الإدارة الأمريكية أرادت أن تقول للاستعمار التقليدي للفرنسيين والبريطانيين، أنتم مؤتمنون على هذه المنطقة إلى حين أنه تكتمل فكرة إدارة الصراع وتأتي الظروف الملائمة ويتحقق شيء يطلق عليه الأستاذ محمد حسن هيكل الانزياح.
يعني انه انتم في مرحله قادمه راح تنزاحوا عن مواقعكم لصالح اللي اطلق عليه في التعبير السياسي الاستعمار الجديد نيو كولونياليزم، اللي هو قلنا يخرج الاستعمار من الباب ويرجع من النافذه. وكانت الفتره المناسبه هي لإعادة النظر في النظام اللي ساد من نهاية الحرب الكونية الثانية، واللي هي عمليا ساد قرابة أقل من 20 سنة، من عام 45 بدأنا في مرحلة أخرى. أهم معلم فيها في القرن العشرين هو الصعود الواضح والرائع لحركات التحرر الوطني على مستوى القارات الثلاث: أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. ومو صدفة أن تتحرر معظم دول العالم اللي تحت الاستعمار في ذيك الفترة. وانتهينا بقوتين بالاتحاد السوفيتي اللي هو في عقيدته دعم حركات التحرر الوطني، بقوة دولية تعتقد أنه حانت لحظة الانزياح. وفي لقاء الملك عبد العزيز مع روزفلت على الطراد كوينزي أبلغوا أنه في شيء، في سياسة جديدة اسمها سياسة الباب المفتوح. سياسة الباب المفتوح تعني أن القوى التقليدية الماضية اللي هيمنت على المنطقة في العقود الماضية أفل نجمها، وأن المرحلة القادمة هي مرحلتنا. وكان يقول له إحنا فرنسا تم احتلالها من قبل النازيين، وبريطانيا دمرت وإحنا اللي أنقذناها، لو لم نتدخل سقطت بريطانيا، فأنتوا أي أحسن تبقوا معانا الأقوياء ولا تروحوا تبقوا على تحالفكم مع الضعفاء؟ فالملك عبد العزيز قال له لا، أكيد احنا من مصلحتنا، مصلحة بلدنا ومصلحتنا ان احنا نكون مع الأقوياء. والصورة الأخرى اللي نذكرها هي لما تم تأميم قناة السويس، ووجه الاتحاد السوفيتي الإنذار بضرب لندن وباريس خلال 24 ساعة بالسلاح النووي. اتصل إيدن بالرئيس أيزنهاور قال له انقذونا، في تهديد، في انذار باستخدام السلاح النووي. قال له انتم ورطوا حالكم، احنا ما لنا شغل، اقبلوا الانذار، يعني اتركوا المنطقه، سيبوها لنا خلاص، دوركم انتهى. في الحالتين، حاله الحرب الكونيه الاولى، في حاله الحرب العالميه الثانيه، في شيء واضح نسميه الضربه القاضيه. في ناس فعلا خسروا الحرب اللي هم دول المحور: ألمانيا، اليابان، إيطاليا. وفي ناس تضعضعت قوتهم العسكرية وقوتهم السياسية، قدراتهم السياسية اللي هم الاستعمار التقليدي. وفي قوة فتية عاتية تتقدم للأمام اللي هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وتحسم الهيمنة على العالم لصالح قطبين رئيسيين. الوضع اللي صار بعد نهاية الحرب الباردة انه فكرة الأحادية القطبية لم تعمر طويلا، يعني تحديدا نستطيع ان نقول انها من التسعين وبدأ التحدي لها مع بداية القرن ال21. والكل يتذكر لما أرادوا الأمريكان ان يطرحوا مشروع احتلال العراق في مجلس الأمن الدولي، فرنسا حليفة الولايات المتحدة هي التي قالت أنها ستستخدم حق النقد ضد أي قرار يصدر يسمح باحتلال العراق. وكانت هذه أول تحدي في مشروع هيمنة القطب الواحد. وبعدها مباشرة رأينا الصعود الكبير والسريع إلى روسيا تستعيد قواها. الواقع الآن الدولي إن إحنا عندنا نظام
لا يزال قائم، لا تزال الولايات المتحدة هي القوة الأعظم في الاقتصاد وفي هيمنتها على العالم، لكن في قوة صاعدة تكاد أن تلامس قوة الولايات المتحدة اقتصاديا اللي هي الصين الشعبية، وقوة أخرى عبرت في بعض المناطق، في بعض المناطق فيما يتعلق بالقوة الصاروخية عبرت قدرات الولايات المتحدة. وأكيد علمتم بتصريح الرئيس بوتين قبل أسبوعين عن الصواريخ العابرة القارات اللي هي بسرعة الصوت بضعف 4 أضعاف سرعة الصوت، وقال إنه يعني ربما تنتظر الولايات المتحدة عقدا من الزمن حتى توصل إلى هذا المشروع، حتى توصل إلى يعني توصل إلى قوة تعادل القوة الروسية في مجال صناعة الأسلحة الصاروخية. وأيضا سمعتم عن المضادات للطائرات وعن القوة التدميرية الهائلة اللي تتقدم فيها روسيا، لكن هذا ما يلغي حقيقة أن عندنا الآن قوة ما تم الاعتراف من قبل أحد بالهزيمة، لا الولايات المتحدة في وضع تعلن فيه أنها نزلت عن موقعها السياسي وموقعها الاقتصادي وموقعها العسكري، ولا روسيا وصلت حد لها فعلا تلحق خلل حقيقي في معادلات القوى الدولية. أكيد في هناك خلل في موازنة القوى الدولية ملاحظ، لكن هذا الخلل ما حقق شيء اللي نسميه احنا الضربة القاضية. ومن هنا سوف يستمر مشروع إدارة الصراع بين هذه القوى على الأقل لعقد قادم. هذا يعني إيش؟ يعني استمرار الفوضى، لأنه عادة تحسم مرحلة أي انبثاق نظام دولي هو أن تتنازل قوة لصالح قوة أخرى، أن تعترف القوة كبرى لقوة أخرى بأنها تفوقت عليها وبأنها الآن في بصدد أن تسلم القيادة أو تسلم قيادة المشروع الكوني إلى هذه الجهة، وهذا لم يتحقق. أمامنا أكثر من عقد من الفوضى. مسرح الفوضى كما هي حقائق الجغرافيا والتاريخ الآن هي منطقتنا. في حرص عند الولايات المتحدة أن تحتفظ بأوراقها وبالذات الورقة التركية. الأتراك الآن ربما لو كان في عام 2000 تم تسريع التقسيم يمكن ما كان يقدر يسوي شيء، بس الأتراك الآن عندهم أوراق كثيرة، منها أنهم المدللين، روسيا تدللهم وأمريكا تدللهم، والكل يخاف أنه كل واحد يشعر أنه يعني المعادلة دي تختل، لأنه ممكن تركيا تنحاز تترك الناتو إذا شعرت أنه فعلاً مصالح الوطنية ومصالح القومية وموقعها الاستراتيجي مهدد بدولة في شمال العراق ودويلة في شمال العراق ودويلة في سوريا، ممكن تتهدد مصالحها. ولكن عندها خيارات، ما عادت مثل ما كان في عام 2000 أو في عام 1990 أبان هيمنة اليانكي الأمريكي. الآن في صراع إرادات بين القوى الإقليمية وبين القوى الكبرى. لا نسمح بقيام دولة كردية شمال العراق، هذا موقف إيراني وموقف تركي، لأن هذا يعني في تحدي دكتاتورية الجغرافيا هنا فرضت أن لا تقام دولة كردية. ورأينا كيف أن الولايات المتحدة أبدت تأييد للاستفتاء اللي عمله البرزاني في شمال العراق، لكن أمام الموقف التركي القوي أنه إحنا لن نسمح يعني فيه، وفي نفس الوقت غزل روسي واستحقاقات بعشرات المليارات قدمتها روسيا إلى تركيا، فصارت هذه الدولة اللي روسيا وأمريكا يتسابقوا على إبقائها. الأمريكان لا يمكن يفرطوا في تركيا وهم في حالة حرب
أقرب للحرب الباردة بينه وبين روسيا، وهي كانت تمثل جزء من القوس السابق الممتد من باكستان، إيران، بغداد، تركيا، اللي شكل حزب بغداد. اليوم يراد أنه على الأقل أنه نحافظ على البقية، على حلف الناتو كما هو، وما لا يتضعضع، وأنه ولو كان الثمن هو طعن الأكراد. ولذلك رأينا الأكراد يحصلوا وعود من أمريكا، أكراد سوريا وتركيا الاثنين. بالعكس التسليح الكردي كله هو في بالغالب تسليح أمريكي، والقوات الديمقراطية مدعومة كأنها مستوطنة أمريكية. فجأة لقينا أنه الأتراك يتقدموا إلى عفرين ويتقدموا إلى المناطق الكردية ويضربوا، وهنا نلاحظ أنه غض الطرف الروسي والطعنة الأمريكية لهم، لأنه يعني أنه إحنا ما عندنا خيار، يا تركيا يا الأكراد. ووفقا للمصالح الآنية الاستراتيجية الأمريكية للأكراد، الأتراك أهم بكثير من قيام دولتين كرديتين، واحدة في شمال العراق والثانية في شمال شرق سوريا. بالنسبة لإيران، صار عندها ذراع في البحر الأبيض المتوسط في جنوب لبنان، وصلت إلى دمشق بقوة حقيقية. وجود كيان في المثلث السني هو معوق حقيقي إلى هذا الذراع، ينقطع، ما عاد يوصل في الجهة الغرب. في الجهة الغربية راح يكون في مصدات تمنع هذا التواصل الجغرافي من طهران إلى جنوب لبنان اللي هو متحقق الآن. ومن هنا صارت لا مصلحة إيران مع وجود دولة سنية، ولا مصلحة تركيا مع دولة كردية. لا يفهم من هذا أنهم مع عراق قوي، بالعكس هم عراق قوي، لا الأتراك يريدوه ولا الإيرانيين يريدوه. بالعكس اللي يسهل منهم العربدة والضرب والدخول واستباحة العراق المستمرة في الداخل كما هو إيران في كل المدن العراقية وعلى الأطراف الشمال وعلى الحدود الشمالية. لا يمكن أن في دولة قوية هذا راح يتوقف. أي دولة هي مشروعيتها أنها تكون قادرة على حماية حدودها وعلى صيانة استقلالها الوطني وسيادتها. ومثل هذا لا الأتراك يرغبوا فيه ولا الإيرانيين. يعني دولة عراقية قوية على الآن من ضمن المحرمات، أمريكا لا تريدها دوليا، ما متفق على أن يكون في عراق قوي، ولا إقليميا يراد على قوي، لكن أيضا لا يراد تقسيم العراق. فإذا احنا عندنا شيء نسميه السلميت، يبقى الوضع الحالي على ما هو عليه، لأنه هذا يصب في مصلحة القوى الإقليمية. وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة تشعر أنه هذا بيلحق الضرر فيها الآن في هذه اللحظة. هذه واحدة. الثانية أنها الآن الولايات المتحدة في صراعها مع الاتحاد السوفيتي، مع روسيا الاتحادية، ممكن تسعى إلى إضعاف الدول المناوئة لها، مثل ما هي سوريا، ممكن تصير في الجزائر في تخريب الآن أمريكي في هذه اللحظة، لكنها ما راح توصل لدول الخليج، وراح توصل لحلفائها في مصر على سبيل المثال. ليه؟ لأن احنا بنستعيد فكرة البروكسي موديل مجددا، انه انت حلفائك لازم يكون اقوياء لانك بتستخدمهم، فما ممكن تضعفهم وفي قوة ثانية تتشكل وفي احلاف وتكتلات تتشكل على مستوى عالمي. فكل واحد يحاول في هذه اللحظة ان يجعل القوة المرتبطة فيه في حالة تماسك، لانه بحاجة لانها تقوم بدور وظيفي الى هذا، الى في بحاجه لها ان تقوم بهذا الدور الوظيفي لمصلحته. داخل العراق كما نعلم من عام 2003، احنا في عام 2018، لم تتشكل قوه سياسيه وطنيه حتى اللحظه،
من لأنه القوى باستثناء حزب البعث العربي الاشتراكي اللي هو ذاك اساسا حضوره التاريخي حضوره من 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 الخمسينيات الى اليوم، لكن القوى اللي جات تحت مع الاحتلال هي اساسا جات بدور وظيفي ومو مهيئه لان تنتقل من حال الى حال، من حال الارتباط بان تكون اداه وظيفيه للغرب والى القوى الاقليميه وتحديدا بالنسبه للميليشيات الطائفيه ايران، وتنتقل الى الدور الوطني. لكن هذا ايضا ينبغي ان لا يؤخذ بانه هي فيها هي متماهيه. هي شرط ضعف العراق ان هي ايضا تعيش صراعات مع بعضها. لانه يعني هي ضد التوجه العروبي، ضد التوجه القومي، ضد بناء عراق قوي، ضد وجود تنميه حقيقيه في العراق. لكن هذه الصراعات هي يعني كل هي بالنسبة لها العراق مغنم للنهب لسرقات. والحديث عن الفساد الموجود في الدولة العراقية حديث يزكم الألوف، لأنه يعني في واحد معتر موجود معارض في لندن ما عنده ياكل، الآن تسمع أنه ثروته بالعشر مليارات 15 مليار دولار، وما في قانون محاسبة، ما في حد يحاسب. و اللي جاء وطارح شعاره الان محاربه الفساد اللي هو العبادي هو جزء من هذه الماكينه. شلون كيف يعني مين القوى اللي بيستند عليها؟ هو جزء من مشروع سياسي اللي هو حزب الدعوه. يعني حتى التصور انه احنا ممكن نحدث اختراقات بالتعامل مع الميليشيات الطائفيه وبايجاد علاقات يعني متوازنه، وانه والله يمكن احنا في هذه الحاله، وهذا الطرح موجود على فكره ومعلن، انه احنا بالتقارب مع هذا النظام احنا راح نستطيع ان احنا نخليهم يبتعدوا عن ايران. شلون كيف يعني؟ شنو المنطق في هذا؟ كيف تمت صياغه هذا المشروع؟ ما بعرف انا كيف تمت، مين اللي يفكر بالطريقه دي ما بعرف. انا يعني هذا يفترض انه كل المخرجات الاخرى غايبه. العراق العربي غايب، يعني العراق ما هو مختزل في هذه الميليشيات ولا هو مختزل بالأحزاب الطائفية. ليش هذه الأنظمة اللي حريصة على أمنها الوطني واللي خايفة من التوسع الإقليمي اللي يهدد حدودها، ليه ما تختار الطريق الصحيح وأن تتحالف مع القوى المناهضة فعلا للاحتلال، ولا تريد عراق عربي قوي؟ هذا سؤال برسم الإجابة أنا لا أعلم يعني. وهذا هو الآن أنا أشوف للأسف حتى في صحف المملكة العربية السعودية في حديث عن اختراقات حقيقية الآن تحققها المملكة بالتعامل مع العبادي. ما أعرف يعني، أنا بالنسبة لي حقيقة عاجز عن أن أستوعب كيف راح يتحقق هذا الاختراق؟ هو مع الحشد الشعبي مثلا، مع الميليشيات، مع احزاب الطوائف؟ مين القوى الفاعله اللي بتغير صوره العراق الان من داخل السلطه الان؟ لا امل، في يقيني انه الايام القادمه المناكفات راح تشتد تمتد تتوسع اكثر فاكثر بين القوى السياسيه المتصارعه على السلطه الان واللي هي جزء من السلطه، لانه هذا يحقق هدفين رئيسيين: يبقي العراق كما هو، يبقيه، وهذا هو هدف، لانه يلعبوا ادوارهم الوظيفيه كما كانت ويستمروا في لعب هذه الادوار، ومن جهه ثانيه يبقي العراق، يغيب حضور العراق في معادلة النضال ضد المشروع الصهيوني. أنا بالنسبة إلى سوريا أعتقد أنه احنا في يعني في تقدم حقيقي حصل في هزيمة داعش كما حصل في العراق، لكني أنا أطمئن إلى يعني بكل الموقف النقدي للقيادة السورية، وجود دولة قوية في سوريا ووجود وحدة الأراضي وتحقيق وحدة الأراضي السورية هو مطلب
ينبغي أن لا يكون فقط وطني وإنما أيضا قومي، وينبغي أنه إحنا نشوف فيه بصيص أمل بأنه يعني يتغير واقع الحال. صورة المشهد العربي أنا مو شايفة كثير بائس المرحلة دي، قدر لي في الشهرين الماضيين أزور القاهرة 5 مرات، وحقيقة يعني في اعتراف من الجميع بما فيهم المعارضة أن 6 سنوات اللي مرت تم فيها بناء حقيقي داخل، تنمية حقيقية داخل مصر، وأنه في مصانع كل أسبوع تنبني، في توجه حقيقي لإعادة قوة مصر من الداخل. أتمنى أن ينعكس هذا الشيء على موقف سياسي أيضا، على تغيير في السياسة المصرية. يعني الكلام عن أنه مصر يعني بالتمام بالكمال مع المشروع التفتيت يعني مو دقيق، لأنه تشتغل مع مصر الآن، تتعاون مع الجزائر وتتحالف مع الجزائر في القضاء على الإرهاب، تقوم بدور في إعادة الاستقرار في ليبيا، تنسق مع أمنيا مع القيادة السورية رغم التحالف الواضح والصريح مع أنظمة الخليج، لكن هذا الشيء يعني أنه فيه حد يعني أقل من المعقول لكنه موجود من يعني ما أريد أقول قرار مستقل ما وصلنا له، لكن أنه في يعني أشياء تقول أنه العراق مصر ممكن تتقدم خطوات للأمام في الفترة القادمة، الدورة القادمة للرئيس السيسي. وإذا تواصل هذا العمل التنموي داخل مصر حتما سينعكس على القرار على الأداء السياسي وعلى متغيرات في السياسة الخارجية. أنا لاحظت أنه اللي يعرف القاهرة أنا وجدت مدينة مختلفة تماما في الزيارات الخمسة، أنا أجد مدينة لم أشهدها في ال4 عقود الماضية، نظافة وبناء واهتمام ب يعني في بكل قضايا بالبنية التحتية. يعني أنت القاهرة اليوم مطوقة بحوالي 3-4 في الدائري، هذا يطوق كل القاهرة، فيه يعني فيه شق طرق بشكل غير مسبوق، فيه الكلام عن صناعات بتروكيماوية، عن صناعات، عن تطوير صناعة النسيج. أنا ما أريد أكون هنا عراب للقيل لأنه أنا فعلا ما يهون علي أن مصر تكون غائبة عن صورة المشهد العربي، صورة أن ما تلعب الدور الرئيسي في قيادة الأمة العربية، وهي المهيئة 104 مليون من الشعب العربي، نسمة من الشعب العربي، يعني يكون دورهم معطل، هذه كارثة. أصل بنتيجة الحديث أنه وضع العراق إلى عقد إلا إذا حدثت مفاجآت، محتاجين العراق حتى يخرج محتاج إلى مصالحة حقيقية مع العراقيين، وشرطها شرطين أساسيين لتحقيق المصالحة: إلغاء العملية السياسية اللي هندس لها برايمر، وإعادة العراق لكل العراقيين، وإلغاء قرار الانتساب، والتزام بمبدأ المواطنة لكل العراقيين. إلى أي مستوى، متى سوف يتحقق هذا؟ أنا أعتقد هذا يتحقق بالتراكم وبالنضال. بالنسبة إلى النضال القومي، وهذا مهم في فقرة أخيرة، على القوى السياسية، على القوى القومية أن تتعامل مع النظام الحالي كما تعاملت مع نظام نور السعيد، نظام عميل مرتبط بالقوى إقليمية وبقوى دولية، ولكن النضال السياسي مهم في هذه الفترة، وطرح وتحشيد الناس حول حاجات الناس الأساسية، مقابلة استحقاقات الناس، المية، الكهرباء، السكن، حقهم في العمل، هذه الشغلات اللي ينبغي تركز عليها التيارات القومية، لأنه هي هذه فعلا اللي بتستقطب العراقيين. أتمنى أنه ما أطلت عليكم، شكرا لإصغائكم. شوية بس طولت اليوم، أخذ كم يعني؟ يمكن 55 دقيقة.
ما طلعت الساعة. لا. شكراً شكراً جزيلاً لدكتورنا العزيز، وفي الحقيقة اتحفنا بتحليل معمق، أخذنا في كل زوايا المشهد العراقي والعربي بتحليلات واستنتاجات، يعني بطبيعة الحال قد بعضكم يتفق معها وبعضكم يختلف معها، هذا طبعاً شيء طبيعي يعني. فنشكره الشكر الجزيل ونفتح الباب للمناقشات والحوار، اللي يحب يتوجه بأسئلة يتفضل. تفضل. جاسم. شكراً دكتور. أولاً يعني هو تكلم يعني تحليل سياسي عميق ناحية، أو أقدر أقول تحليل ناحية الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن الفكر الاستعماري لا زال موجود، وهذا الفكر الاستعماري موجود من القديم ولا زال موجود الآن. والولايات المتحدة ما هو إلا الوليد لهذا الفكر الاستعماري. يعني ناخذ مثلا الثورة الفرنسية، لما جاءت الثورة الفرنسية تحمل شعارات حرية وديمقراطية، لكن هي لم تتنازل عن مستعمرة واحدة في أفريقيا. الجزائر لولا 10 سنين حرب مقاومة لما تنازلت عنها، يعني استمرت الحرب من 1964 1954 ل 1970. الحرب التحريرية، الفكر هذا الاستعماري لا زال موجود، بس انه هو يتبدل الاسلوب. ناخذ النقطة الثانية، يعني تكلم عن الولايات المتحدة كقوة اقتصادية وقوة عالمية، لكن هذه القوة هي لا تستخدمها قوة دامية، ابدا لا تستخدم، هي تدخل الحروب بشكل دخلت. الحرب العالمية متأخرة، بعد ما دخل الآخرين دخلتها متأخرة. دخلت الحرب العراقية، العراق معه 33 دولة، دخلت الحرب بشكل ضد أفغانستان مع 20 دولة، دخلت الحرب مع سوريا مع 80 دولة. القواعد كلها في العالم، قواعد في اليابان، اليابان تدفع أموال للقواعد، قواعدها في ألمانيا، ألمانيا تدفع مقابل، بالإضافة إلى هناك مستشفى خاص على الدولة اللي يعني تكلفات على الدولة الألمانية، هذا المستشفى خاص إلى البنود الأمريكيين بالجهة الأمريكية في ألمانيا. يجي إلى الخليج، كل القواعد في الخليج، دول الخليج تدفع تكلفة، ولا زال ترامب يقول كل تدفعون قليل، يجب زيادة بينتس، يقول بينتس يجب أن تدفعون زيادة بينا. زين، النقطة الفارقة الحين احنا نوصل إلى العراق. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الشعب العراقي تأقلم مع الاحتلال أو أنه لا زال مقاوم؟ يعني نسى الاحتلال وأصبحت مشكلة داخلية سياسية فقط، أو لا زال هناك مقاومة؟ شكرا. في أحد بعد عنده سؤال؟ تفضل الأخ رياض، رياض المحروس. بعد في أسئلة؟ أخ مكيني. بالنسبة لما بدأت الحرب، قبل الحرب كان هناك طبعا
خلينا نقول المعارض والدول الغربية الحرب ذاتها، لكن هذه المعارضة سواء من حيارة أو مؤسسات لم تأخذ دورها ولا نسمع بصمتها أثناء قيام الحرب. وما تفسير هذا الموضوع؟ جانب ثاني، الآن نلاحظ أنه خلال الإعلام ومواصل ومواقع التواصل الاجتماعي الواحد يتابعها على سبيل المثال المالكي يطرح مصطلحات جديدة، يعني ما حصل في العراق هو ثورة، وما حصل في العراق هو الآن هناك خط لانقلاب عسكري. في الحقيقة يعني بغض النظر عن ما فهمت انقلاب عسكري ايش؟ نعم ما فهمت انقلاب عسكري. يقول انه يعني انتخابات قادمة احتمال ان طرف من الاطراف يعد نفسه من خلال سواء يطرح نفسه من خلال ممثلين او من خلال حشودات يهيئ قياده الجيش لاحداث انقلاب في الوقت اللي قياده الجيش ووزاره الدفاع تحت امر المالكي. شيء غريب يعني. جانب اخر شاهدتنا قبل ايام في احد القنوات العراقية إياد علاوي كان بيسأل اتصال صحفي حول الوضع في العراق، وكان هو بيرد عليها يا سيدي في الوقت اللي هي امرأة وليس مذيعة، وكان شيء مثير للضحك. يمكن ما يميز، وكان التعليق انه ربما سكران وما أخذ أكثر من اللازم. شكرا. واخذ نص اللهم لا نعلم مظاهره الا شرك. ايه تفضل. ابو علي الاخ محمود. ايه نختتم فيه. نبغى نسمع من ابراهيم ايضا، الاستاذ ابراهيم، ان اول ليله شرفنا هناك ليله نعطيه بعد. شكرا لك عزيز الدكتور. انا شفت مداخلتي من شقي. ايه الشق الأول، أنا طبعاً ربما استوقفتني أو استهوتني نظرية أو فكرة حسم إدارة الصراع أو حسم الصراع. بعد أنا أعتقد الواقع فعلاً يؤكد هاي النظرية على كل المستويات، في المناطق المتفجرة في المنطقة على الملعب أو على السؤال. إنه إحنا نعرف إذا يعني أدخلنا الصراع الأمريكي الإيراني في العراق ضمن هذه النظرية وهي إدارة الصراع، إحنا نعرف الآن دور إيران في العراق دور قوي ومهيمن كما تفضلت، ومع الوقت يزداد ولا يضعف. هل في اعتقادي إنه هذا التساقط أو هذا خلينا نقول إنه الصراع على المستوى الدولي موجود معلن الآن، حتى الأمريكان يغيرون إداراتهم، وجوه الإدارات وجوه متشددة لمواجهة إيران، وأنا أعرف تفاصيل الاتفاق النووي وغرام وما يعنيه، والمهل المعطاة في شهر مايو لإلغاء هذا الاتفاق. أمريكا أليست قادرة على اجتثاث نفوذ إيران في العراق الآن، أم هو فعل مؤجل إلى مرحلة حسم الصراع؟ هذا أريد شوية إذا ممكن نوضح صورة، لأن في التباس في هذا الجانب. الشق الآخر من المداخلة على مستوى العراق الداخلي، تفضلت بدعوة القوى القومية بالتعامل مع النظام الحالي كما تعاملت القوى القومية مع نظام نور السعيد. أنا أعتقد الظروف تختلف تماماً. يعني إذا أخذنا قوة قومية مثل حزب البعث، القوة المعروفة تاريخياً وقومياً قوة هذا الحزب داخل العراق، هو بالقانون وبالدستور مرفوض تماماً ومحارب وعلى كل المستويات. كيف ممكن حزب البعث كقوة قومية تتعامل مع هذا النظام؟
بأي صيغة من الصيغ. أنا أرجو هذه النقطة ما قدرت أخذها. أخ عبد الصمد اسمع بعد ما دام مرة واحدة. شكرا للدكتور على المحاضرة القيمة. خلال 6 أو 7 سنين أو 8 سنين نبغي نطلع على داعش. ارفع صوتك شوي. داعش المحاضرة لا 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 دورها سهل، كان لها دور كبير، يعني قدرت تحتل مناطق أوجدت لها يعني بنية تحتية ضخمة لا يمكن أن تكون من فراغ، وأعداد ضخمة وأسلحة ضخمة متطورة وتكنولوجيا عالية ولوجستيك عالي. هذا صار لفترة من الفترات حتى أعلم التفكير ولعب دور في المنطقة. ممكن ألقى الضوء على شكراً. تفضل. في بعد؟ خلاص؟ بعد في واحد؟ تفضل يا أبو جهاد. صوت. شكراً أبو نوري على المحاضرة الجميلة. في نقطة لكم ما لمحتها هي اللي تتعلق بما سمي بالربيع العربي. أعتقد أنه الاستعمار طوال تاريخه هو دائما متحالف مع تيارات دينية في كافة أنواعها. أعتقد في 2011 هم وصلوا إلى مرحلة لو نجحت في مصر لربما المعادلة تكون أشد وأقسى. هل بالإمكان سلط الضوء على هذه النقطة، يعني بالفعل كان تشكل خطوة ما نجحت ولا إيش؟ حقيقة أنا طولت اليوم، أنا العادة طالع الساعة وما أحكي أكثر من 35 دقيقة. اليوم ما حطيت بالي، فعندي أسئلة الأجوبة مالها تحتاج لخمسين دقيقة بس. بس أنا بحاول أسلقها. فأولا أنا مو مختلف مع الأخ جاسم في كل النقاط اللي أتفضل فيها، طيب. وأنا فقط قلت إنه في شيء اسمه الاستعمار الجديد، قلت فيه الاستعمار الجديد واللي هو يعني هو استمرار الهدف بتكتيكات مختلفة فقط. وبالتأكيد كل تحرر بلدان العرب العالم الثالث ومن ضمنها الوطن العربي تم بتضحيات جسيمة بشهداء بملايين الشهداء في الجزائر، في اليمن الجنوبي، في المغرب العربي، في كل أنحاء الوطن العربي. لم يخرج الاستعمار إلا بعد ما قدمنا التضحيات. فما في، فأنا أتفق معك في تحليلك وما عندي اختلاف معك حتى ننتقل إلى منطقة أخرى، فما في شيء. فيما يتعلق باحتلال الأنظمة العربية، الاحتلال ساهمت أنظمة عربية في احتلال العراق وتدميره، أكيد ما في شك، ما مختلفين على هذا. لكن يعني هذه دور، في دور وظيفي وفي فعل ضمن موقف استراتيجي. معظم الدول العربية حقيقة دخلت الحرب بدور وظيفي ما كانت تقدر تخرج منه. هذا الشيء لا ينسحب على إيران حقيقة. إيران هي إيران كاسب من الحرب، ما خسرانة منه، بالعكس هي الوحيدة اللي غنمت في الموضوع. الدول العربية ولا دولة ولا قطر عربي استفاد. فأنا متفق وما بدي أدخل في تفاصيل لأنه لا الوقت ولا المكان يتيح لنا ندخل في هالتفاصيل. فخلونا يعني في نتكلم فيما هو مباح، زين. المعارضة الأخ الساعة
سأل عن المعارضة الغربية للحرب، صديق من العزيز. المعارضة للحرب ما تصير عملية إلا لما تجي لهم جثامين. الغرب ما عنده أي المواطن الغربي ما عنده اعتراض على أي مشروع استعماري غربي. إذا بتهيمن وما بنخسر شيء وما في كلفة علينا ما مشكلة. لما تجي الجثامين وتجي بآلاف الجثامين تبدأ المعارضة القوية. صارت في معارضة للاستعمار الفرنسي داخل فرنسا لما بدأت الآلاف تتقتل، صارت في معارضة قوية وشرسة في أمريكا، وارتبطت بال سيفل رايت موفمنت اللي الحراك المدني. تداخلت الحرب ضد الحرب في فيتنام وضد الاضطهاد السود وضد اضطهاد المرأة، كلها تداخلت ثلاث عناصر وسوت ما يشبه بالانتفاضة في معظم المدن الأمريكية. لكن الأساس فيها هو الهزيمة الماحقة للأمريكان في جنوب شرق آسيا. يعني لو الأمريكان سيطروا على الفيتنام على فيتنام وما جاهم ولا نعش ما عندهم مشكلة. إيه. فيعني الغرب يتظاهروا ويتعاطفوا معك لكن ما مستعدين يقفوا معك للنهاية طالما هم يربحوا ويكسبوا. والكلام اللي تفضل فيه الأستاذ جاسم فيه إشارة إلى هذا، إنه القوة الاقتصادية للولايات المتحدة هي نهب شعوب العالم الثالث، ينهبوا من كل العالم ويرفوا شعبهم. فليش يصيروا ضد الاستعمار إذا هو هذا الاستعمار بيسوي في رفاهية عندهم وينهبوا من كل المكان وتتحقق رفاهية المواطن، معدل العيش يرتفع، معدل الدخل. فيعني ما راح يكون فيه، يعني شعوب العالم الثالث هي اللي كان قدرها أن تقاوم وتكافح وتنتزع الاستقلال وما في تعويل على تأييد جمهور من الغرب. نجي للأستاذ، أظن كأنه وصلنا إلى الأستاذ عبد الصمد. عبد الصمد قبل، لا قبل عبد الصمد الأستاذ عدنان. رياض هو جاوبنا عليك أظن، مش كده أنت اللي تكلمت عن المعارضة؟ ها؟ جاوبنا على الأستاذ الأخ أبو علي يتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى اللي هي قضية تشبيه لنور السعيد. أنا بالنسبة لوجهة رأيي إنه في عهد نور السعيد كانوا البعثيين يعلقون على المشانق، يعني ما كانوا في مسموح لهم بالعمل سياسي، كان عملهم محظور. زين. أنا من تكلمت عن يتعامل معها أن يقوم بعمل سياسي حقيقي بتنظيم الجماهير وبناء قوة حقيقية، قوة شعبية حقيقية، يعيد فكرة بناء الحركة السياسية في جانب بناء على أساس مدني، استقطاب، يعني يحدث خلل في التوازن بينه وبين القوى اللي ردفت الاحتلال لصالح المشروع القومي والوطني ولصالح بناء عراق عربي حر. النقطة الثانية اللي تفضلت فيها تذكرني فيها، أنا أعرف ها الصراع الأمريكي الإيراني داخل العراق هو ضمن إطار النظرية هي إدارة الصراع وحسم الصراع، يعني هل الخلاف موجود؟ شوف الخلاف الموجود، أنا أتكلم معك إن إحنا عندنا إدارة بزنسمن. يقيني أنا إنه فيما يتعلق بالوضع الإيراني في العراق الأمريكان ليس لديهم اعتراض عليه. الأمريكان يضغطوا الآن لتحقيق مغانم اقتصادية داخل إيران. تصعيد الصراع هذا هو واحد من أدوات حل الصراع في نظرية الصراع وحل الصراع اللي يسموه conflict and conflict resolution، إنه إذا بدك تحقق مغانم تصعد إلى الأعلى لحتى توصل إلى النقطة اللي مقابلها تحصل مغانم. احنا نعرف شو ترامب يريد. ترامب باستراتيجيته الكور مالها هو إنه مو تعديل وضع الاقتصاد الأمريكي. معروف إنه في كل نظام جمهوري في كل مرة يسيطر الجمهورية يصير في أزمة ريسيشن، أزمة كساد داخل الولايات المتحدة تاريخيا، في عهد ريغان، في عهد آيزنهاور،
في عهد نيكسون، في عهد جورج بوش الأب، في عهد جورج بوش الابن، دائما يصير في كساد. المرة دي الوحيدة اللي ما يعلن فيها عن كساد، لأن الرجل جالس ينهب بالمليارات من كل أنحاء العالم ويجيب للداخل الولايات المتحدة، وآخرها هذا الأسبوع الحديث عن الصين وعن أوروبا والضرائب اللي صارت اللي يريد يفرضها وحقيقه على اليابان. واقع الحال ناجح في سياسته. اليوم اليابان طالب انه ما عندنا مشكله نعيد النظر ونجلس ونتفاوض، يعني راح يجيب له مليارات من اليابان. والصينيين قالوا نطالب مفاوضات، صحيح يمكن ما يحصل اللي حصل من عند غيره من الوطن العربي من البلدان العربيه، لكن هو بيغنم. بالنسبه لايران هو يريد مغانم اقتصاديه، يعني الموضوع شعللت الملف النووي الايراني في الاخير يوصل الى تسويات، انه والله تشطيب من هنا ومن هنا، وشو المقابل؟ المقابل مصالح امريكيه داخل ايران، واذا تحققت هالمصالح يبقوا الايرانيين في العراق، مو مشكله. بالنسبه الى السؤال عن داعش، تريد اتكلم عن مستقبل داعش؟ ما فهمت ان السؤال حقيقه، لان الصوت بعيد. والاخ عبد الصمد، الاخ عبد الصمد سالتني عن داعش. داعش من وين قوتهم؟ هم يعني هم تأسيس أمريكي بالأساس، هم صناعة أمريكية، كانوا القاعدة، وبعدين إجا هذا الزرقاوي، أنتم تعرفوا أول واحد هو الزرقاوي، واتفقوا معه ودربوه وجهزوا زين، وفي الأخير شوية تبرد عليهم وإجا إلى انتقل من الأنبار لما شعر بالمضايقات وإجا لدياله وخلصوا عليه. يعني يمكن ما اريد اطرح نفسي انه والله قارئ الغيب، بس انا قبل اسبوع من مقتله نبأت بانه راح يقتلوه ويخلصوا عليه، ونشرت المقاله في جريده الوطن، ومن يريد ان يطلع عليها انا ما عندي مانع، قبل اسبوع من اغتياله، لانه كنت اراقب قضيه انه هو مو بالصوره، هو اراده انه يشعلل الفتنه الطائفيه اكثر واكثر. وبعدين صار يتقرب لمواقعهم اكثر، وهم في عندهم يعني تشعل الفتنه الطائفيه، تقتل، تواصل، تفجر، اوكي، بس انك تتخطى يعني شويه تطرف اكثر من اللازم. فخلصوا عليه وجاؤوا بالبغدادي. التنظيمات الارهابيه الموجوده في الوطن العربي كلها يعني مو سر، ولا اعتقد احد ينفي انه احنا يعني انه الدول العربيه اسست القاعده، والدول والقوى التطرف والارهاب، ما في قوه اقليميه بالمنطقه او عربيه بالمنطقه ما استخدمتها، الكل استخدمها وفق لتكتيكاته الخاصه، ما في احد ما استخدمها. لكن الصناعه معروف من اللي اسسها، يعني معروف في أفغانستان من اللي عمل، طالبان من اللي أسسها، داعش من اللي أسسها. يعني إذا أردنا ندخل في تفاصيل في كتب ودراسات، وإذا أردنا في التفاصيل يعني ممكن الأستاذ أبو الشيمة أو الأخوة هنا يقترحوا يوم نتكلم فيه عن الإرهاب ونناقش تفاصيل تأسيس هالحركات هذه، بس إنه يعني فجرون لنا يفجرونكم هالمكان. أبو جهاد آخر سؤال سأله، أنا قلت إنه العراق هو المختبر الأول، ووضعنا رحنا في 50 دقيقة حكينا فيها، وصار من الصعوبة إن إحنا نتناول قضية الربيع العربي، وهو استمرار بعد النجاح المختبر الأول، كان التبشير، وأيضا الكل يعلم بخطاب أوباما في القاهرة، هو هذا التفشير اللي بشر فيه بديمقراطية، واللي هي كانت المقدمة لوصول الإخوان المسلمين إلى اللي هو الطرف المعتدل. يعني الأمريكان قرروا أن يقسموا قوى التطرف إلى معتدلين وغير معتدلين، وأن يمنحوا فرصة للمعتدلين أنهم يقودوا السلطة، جزء من إلغاء فكرة الوطن، لأنه هذه التنظيمات أساساً ما تؤمن بالوطن، لأن وطنها محدود، يعني هي العالم كله وطنها، والتفاصيل هنا يعني نتكلم عن ليبيا، نتكلم عن اليمن، نتكلم عن سوريا، نتكلم عن مصر، نتكلم عن الجزائر. في الجزائر
ما أعرف إذا الإخوة يعرفوا إنه الثمن مكافحة الرمننت مخلفات جبهة الإنقاذ كلف 250,000 قتيل، 250,000 شهيد راحوا في الجزائر من الجزائريين في عملية مواجهة التطرف في داخل الجزائر، وهذه لأنه ما صارت حرب أهلية معلنة، ما في يعني ما في حديث عنها. وأما سوريا حدث ولا حرج، اليمن وإلى اليوم إحنا نعرف نتائجها، يعني اللي يتصور إنه أمامنا حسم في اليمن، سألني أنا أحد المسؤولين في المملكة قبل أسبوعين متى تنتهي قضية اليمن تعتقد؟ قلت له ورثها لأولادك، يعني قلت له يمكن بيشوفوا أسأل أولادك بعدين يبلغوك وش صار إذا في طريقة اتصال بينك وبينهم. يعني هذه الصورة، ما إحنا ما عندنا حل الآن إلا يعني في فرص حقيقية، في فرص حقيقية لو في إرادة، في وعي وفي إرادة، زين، والقدرة موجودة إذا أرادوا، لكن في ما في مخرج إلا العودة إلى نظام عربي قوي يتأسس مجددا. بالتأكيد التاريخ لا يعيد، ما ممكن يتكرر، مو بنفس السياقات القديمة، لكن ما في مخرج مرة أخرى، ما في مخرج للخلاص لهذه الأمة من معضلتها ومن هذا النفق إلا العروبة. إذا اعتمدنا الحل الإيماننا بأن قدر هذه الأمة أن تنهض مجددا وأن نعيد بنائها على أسس متينة وفق سياقات تاريخية جديدة تأخذ بحقائق الجغرافيا والتاريخ والتوازنات الدولية والإقليمية، ونأخذ مكاننا وننحت حتى نصل إلى بر الأمان. هل في واحد من الأخوة يقول لي إنه في نظام عربي الآن من المحيط للخليج مهيأ أن يلعب هذا الدور؟ يا ريت. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا، شكرا جزيلا. وباسمكم جميعا نتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور يوسف على هذه المحاضرة القيمة وللقاءات قادمة إن شاء الله. أهلين حبيبي.